السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم محمد حيدة، دوار ولاد الخريف، جامعة عين معطوف، إقليم تاونيات. أتقدم بهذه الرسالة إلى السيد العامل لأنه هو الأقرب إلى صاحب الجلالة ناصره الله وأيده. يا سيدي العامل، نحن متضررون من هذه جائحة كورونا، ولم أستفد من الدعم. كنا خدامين كل نهار بنهارو، اليوم حبسنا ما لقينا ما ناكلو. شغال ناكلو يا سيدي العميل؟ احنا ما استفدناش من دعم كورونا، أغلبية الفقراء ما استفدوش، الناس اللي ميسر عليهم الله كاملين استفدوا. وكاين بيدور ولاد الخريف، كاين أزيد من 80 أسرة لم تستفد من الدعم، وأغلبيتهم فقراء. كاين اللي ما يكسب والو، ما عندوش، منين غادي يستافد يا سيدي العميل؟ والناس مضرة. قلتو لنا الدولة، قالت لنا ديروا الحجر الصحي، درنا الحجر الصحي ب100%، طبقنا حرفيا. ولكن باش يتخلصوا، شي يتخلص وشي ما يتخلصش، هادشي راه ما يبغي لا الله ولا العبد. نحن سواسية بحال كاع، كتجمعنا راية حمراء ونجمة خضراء، قاع حنا ولاد الوطن بحال، ما كاينش الفرق ما بين هذا وهذا. ولكن باش يجي شي يتخلص وشي ما يتخلص، راه عيب وعار. كنتمنى من الاخوان يبارطاجيو هذا الفيديو، وعاش الملك، عاش الملك. ان اعجبك الفيديو لا تنسى الاعجاب والاشتراك في القناة.